بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس ثانوي، استعدادا لامتحانات الشهر، امتحان شهر فبراير، وهي بعنوان ضغط، الضغط عند نقطة في باطن سائل. الضغط عند نقطة في باطن سائل. الضغط عند نقطة في باطن سائل، لو افترضنا إن عندنا إناء، والإناء ده يحتوي على كمية من الماء. تعالوا مع بعض نستنتج قيمة الضغط عند نقطة في باطن سائل. السائل ده كثافته ρ، هنفرض إن فيه لوح أفقي مساحته إيه، وليكن على عمق اتش من سطح السائل اللي كثافته ρ. آدي الجزء اللي إحنا افترضناه اللي هو ده، ده المساحة اللي هي ايه؟ الجزء ده، وده الارتفاع اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اتش اهو. يبقى دي المساحة وده الارتفاع، تمام؟ اهو زي ما حضراتكم شايفين. هتبقى القوة المؤثرة على اللوح ايه؟ وزن السائل الموجود فوق السطح. طب الوزن ده اللي هو الجرافيتي فورس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ام جي، خدناها قبل كده وخدناها في سنة اولى ثانوي والدنيا ايه مظبوطة معانا. طيب ده بيساوي ايه؟ ما انت يعني قبل كده قلت لنا يا مستر ان الام، طبعا يعني احنا كنا بندرس درس الكثافة ليه؟ مش عشان نقول ان الرو بتساوي ام على فوليوم؟ طب تمام، يبقى من هنا الام رو فوليوم اهو. يبقى الجزء ده هو عبارة عن الام ده اللي هو رو فوليوم. لكن اقدر اقول اني رو في ايه في اتش جي على ايه؟ اقدر. ليه؟ لان الايه هتروح مع الايه، يبقى اتش رو جي. طبعا يا اولاد كلكم عارفين ان مساحة الاسطوانة دي، الحجم الاسطوانة دي عبارة عن مساحة القاعدة في الارتفاع. هنا وصلنا الى نتيجة دي في السوائل تحديدا، السوائل تحديدا. ايه النتيجة دي؟ هذه النتيجة تفيد شيئا واحدا. النتيجة دي بتفيد حاجة واحدة، ايه هي؟ ان مساحة الايه اتشطبت بسطا ومقاما، يبقى هنا في جزئية هتبقى على خلاف ما هو كان موجود في الجوامد. الجوامد كان ممكن يختلف الايه المشكل للحجم عن الايه المؤثر عليه. بمعنى ايه؟ تعالوا كده نشوف حتة حلوة كده. لو انا جبت شكل اناء كده مصمت، لو جيت احسب الحجم بتاع الحاجه دي، لها طريقه في حساب الحجم، وابسطها ان انا اغطس الجسم الصلب ده في ميه. كده حسبنا الحجم. هل اقدر افك الحجم ب اف اتش هنا؟ لا، ما اقدرش افك الحجم هنا اف اتش، لاني هناخد انهي اف دول؟ ولو قلبنا الجسم ده، بدل ما هو كده خلينا القاعدة الكبيرة دي تحت والصغيرة دي فوق، ضغط مختلف. يبقى عشان كده في السائل تحديدا الاي دي دائما هتشطب الاي دي. يبقى لن يتوقف الضغط على المساحة لأنها شطبت بسطا وايه ومقام. وإذا كان السائل معرض للهواء الجوي بنضيف ضغط الهواء اللي هو 1 13 من 1010 أس 5،
بسكان، والقيمه دي تكتبها بي دوت، تكتبها بي ايه اختصار لكلمه بي اتموسفير او بي اي تي ام. ده طبعا يعني ما فيش عندي فيها ادنى مشكله. يبقى من هنا العوامل اللي هيتوقف عليها ضغط السائل عند نقطه في باطن السائل. اسمع بقى، العوامل اللي توقف عليها الضغط عند نقطه في باطن السائل، العوامل اللي توقف عليها الضغط عند نقطة في باطن سائل. أنت بتكلمني عن إيه؟ عن ضغط السائل بس؟ ولا الضغط عند نقطة في باطن سائل أصلا هتفرق؟ بص، لو بتتكلم عن الضغط عند نقطة في باطن سائل، يبقى هناخد حسابنا ضغط السائل اللي هو رو جي اتش، ومعاه كمان البي دوت مع الرو جي اتش. تعالى نجمع، هيبقى عندنا الضغط الجوي، عمق النقطة، كثافة السائل، عجلة الجاذبية. تعالى نشوف الانيميشن ده او الجي اي اف بصراحة، اللي هو الصورة اللي قدامنا دي. الصورة اللي قدامنا دي يا ولاد فيها معنى كبير جدا. انت ممكن اولا تعملها لوحدك في البيت، مش محتاجين غير إزازة زيت فاضية، يعني قارورة ولتكن قارورة ماء، وكل ما كانت طويلة كل ما كان أفضل. و النقاط اللي قدامكم دي ثقوب، وبنسدها أو بنقفلها عن طريق الأعواد من الخلة اللي بنسلك بيها الأسنان دي، بنقفلها بيها. تمام، بنيجي عليها كده في الجنب ونقفلها. تمام، الاعواد ديت اللي بنقفلها بيها ديت بنيجي نسحبها مع بعضها كده عشان نشوف ايه اللي هيحصل. فبنلاقي لو نظرنا كده مع بعض، بص كده للمسافة اللي هتقطعها أو هيقطعها الماء أسفل، واللي هيقطعها أعلى. ملاحظين حاجة؟ آه ملاحظين يا مستر. إيه يا أولاد؟ تعالوا كده نشوف مع بعض التجربة الرائعة دي. هنلاقي لو حبينا نحول ده لشكل رسم، هنلاقي ده نازل بعيد، بينما ده نازل قريب. الله، هو ليه اللي حاصل ده؟ ايه السبب؟ الضغط اللي هنا غير الضغط اللي هنا، الضغط اللي تحت ضغط كبير، وبالتالي قدر ان هو يدفع الماء الى مسافة ابعد. تعالوا نشوف الأسئلة بتيجي ازاي. الشكل يوضح ان بي سال كثافة رو عجلة الجاذبية شيء، وارتفاع السائل يعني قسم السائل لثلاث أجزاء اتش واحد اتش اتنين اتش تلاتة عند الاكس واي زد. تعالى كده ألف، هل هو بيتكلم عن الضغط بقى عند اكس واي وزد؟ هل البي اكس أكبر من واي أكبر من زد؟ ده كلام طبعا. هو احنا لما بنتكلم عن البي انها بتساوي بي دوت زائد رو جي اتش، بنتكلم على ان العلاقه ما بين البي والاتش علاقه طرديه، يبقى الاكس اكبر من واي. طبعا ده كلام خطا خالص. لكن لو جيت على ديت هتلاقي ان البي زد اكبر من الواي اكبر من الاكس. طب هل البي اكس قد التلاته بي زد؟ طبعا ده كلام خطا خالص. طب هل البي واي قد 2 بي زد؟ طبعا ده كلام غلط خالص. يبقى فعلا الاختيار جيم، لانه كلما زاد الضغط يعني كلما زاد العمق زاد الضغط. السؤال بقى يعني اللي جاي بيقول، طبعا كلنا بنسمع عن السد العالي والسدود على وجه على مستوى العالم بشكل عام، فالسؤال للجميع يعني ببساطة
ليه دايما بتبنى السدود بحيث لو انت بصيت على المنطقة السفلية ديت تلاقي الخرسانات اللي فيها المسلح اللي فيها تخينة، بينما المنطقة ديت ما بتبقاش يعني بتبقى أقل سمكا يعني. ايه السبب؟ طبعا تبنى السدود بحيث تكون أكثر سمكا من أسفل. يا ترى ايه السبب؟ فقال والله شوف، احنا كل ما بنتجه لأسفل تعرفت ان الضغط بيزيد. طب وايه يعني لما الضغط يزيد؟ لما الضغط يزيد ممكن يجي على جدران السد ديت ويقلب السد خالص وينهار السد ويسبب أضرارا جسيمة. فاحنا عشان كده لازم نبني السد بحيث ان هو يكون اكثر سمكا من اسفل. اهو بص هنا السمك عامل ازاي، تعالى نشوف كده. منظر جميل ورائع وراقي، ادي الميه اهي، ده الماء شفت، وادي السد يعني من وهو تحت عريض من وهو فوق اقل سمك. ليه اقل سمكا مع ان يعني كل ما نتجه لتحت يجب ان هو يكون اكثر سمكا؟ لان حتى يتحمل الزيادة في الضغط الناتجة عن زيادة عمق الماء، لتتحمل الضغوط العالية الناتجة عن زيادة العمق. هو ضغط المياه الموجود عند محايرة السد العالي على جسم السد، ضغط المياه اللي على جسم السد تعتمد على إيه؟ هل على سمك حائط السد؟ ولا على مساحة سطح المياه؟ ولا على طول السد؟ ولا على عمق المية؟ ولا على كثافة مادة الحائط؟ إذا شفنا الضغط الكلي هنلاقي إن هو بيساوي إيه؟ هنلاقي إن هو بيساوي P دوت زائد H رو جي. طيب نشوف إيه الحاجات. الضغط الجوي مفيش هنا ضغط جوي، عمق في هنا عمق اهو، رو في هنا رو بس مكتوبة كثافة مادة الحائط مش تبعنا، جي في عجلة الجاذبية مش موجودة، لا سمك حائط السد ولا السطح مساحة سطح المية ولا طول السد، ده هو العمق. يبقى الإجابة عمق المياه. هنا بقى السؤال العكسي، قال لك ايه؟ قال لك العوامل التالية تؤثر على الضغط الواقع على قاع إناء ما عدا مين؟ انت مش لسه بتقول ان البي بتساوي بي دوت زائد رو جي اتش؟ البي دوت عندنا ادي البي دوت، الاتش عندنا ادي العمق، كثافة السائل عندنا ادي الفوق، مساحة عجلة الجاذبية عندنا، الله مساحة قاعدة الأداء مش عندنا مش موجودة، اتشطبت بسطا ومقاما راحت. وضع جسمين A و B على عمقين مختلفين 20 15 على الترتيب، يعني ال B حطيناه على عمق 20 والايه حطيناه على عمق 15، فإن النسبة بين الضغط الواقع على الجسم بي إلى الضغط الواقع على الجسم ايه يساوي كام؟ بص يا حبيبي، هي الاتش ب 20 سم، الاتش ايه ب 15، عايز النسبة بين البريشر اوف بي إلى البريشر اوف ايه. البريشر بيساوي الهاي في الرو في جي، الاتش رو جي. البي والاتش علاقتهم مع بعض علاقة طردية، البي بي على البي اي هتساوي اتش بي على اتش اي هتساوي 20 على 15 يعني 4 over 3 يعني 4 على 3، ويبقى الاختيار ألف.
انا يعني في واحد حقيقة يعني من الناس اللي ممكن يقول ببساطة كده، بما ان البي اكثر عمقا اذا نسبة الضغط عندها تكون اكتر، يبقى انا هستبعد دي لان بسطها اقل وهستبعد دي. هيبقى عنده نسبتين، يا 4 على 3 يا 5 على 4. هي النسبة بين 20 و15 كام؟ أكيد طبعا 4 على إيه؟ على 3 بالاختصار، على الخمسة فيها الأربعة، على الخمسة فيها الثلاثة. السؤال اللي بعده، إناء يحتوي على نسبة، على سائل، النسبة بين ضغط السائل عند النقطة X إلى ضغطه عند النقطة Y هي، استنى، إناء يحتوي على سائل، النسبة بين ضغط السائل عند إكس، هو فين إكس دي؟ في نفس السائل أهو، إلى ضغطه عند واي، فين؟ في نفس السائل برضه. هو إحنا هنحسبها دي إزاي بس؟ ببساطة كده، البي بتساوي إتش رو جي، تمام وجميل، وبالتالي العلاقة بين البي والإتش علاقة طردي، جميل جدا. يبقى البي عند اكس الى البي عند واي هتساوي الاتش بين سطح السائل واكس والنقطة اكس الى سطح السائل والنقطة واي. طب من سطح السائل اكس هي دي، اكتبها دي، لكن النسبة ما بين سطح السائل والنقطة واي هتبقى 3 دي لسبب، لأن المسافتين دول مجموعهم مع بعض كام؟ الدي واتنين دي يبقوا 3 دي، يبقى دي على 3 دي نشطب، يبقى 1 على 3. طب نشوف السؤال اللي بعده، أنا عايزك تمسك الورقة والقلم والآلة الحاسبة وتبدأ تحل معايا لسبب، يعني الأسئلة اللي أنت شايفها ديت هي تدريب كويس جدا جدا على الموضوع ضغط عند نقطة في باطن سائل، وعايزك بعد ما تخلص تبدأ تحلها مرة تانية لوحدك، تمام؟ أمامك إناء بكمية من الماء والزيت، عايز النسبة بين الضغط عند النقطة إيه؟ بين الضغط عند النقطة دي. هل هي 4 على 9 ولا 4 على 8 ولا 9 على 10 ولا 4 على 9؟ هو الضغط بيه بما إن الإناء اللي أنت شايفينه ده مغلق، يبقى النسبة بين الضغط، هو بيقول لي الضغط، أنتوا عارفين حتى لو الإناء مفتوح وقال لي النسبة بين ضغط السائل عند النقطة إيه إلى ضغط السائل عند النقطة أو ضغط السوائل عند النقطة بيه، اصل انا زيت وميه، فهنا لازم الاناء يبقى مغلق عشان اقول كلمه الضغط عند الوقت، عشان ما نضيفش عليها مين؟ ضغط الجو، تمام؟ تعالى كده، هو العلاقه بين البي والاتش علاقه ايه؟ برافو عليك طرديه، وما تنساش ان احنا معانا ربع بقى برضه طردي. طب ما ناخد النسبه بين بي عند النقطه ايه الى بي عند النقطه بي، تمام؟ الاولاني رو اتش جي على رو اتش جي زائد رو اتش جي، بس ايه بقى في البسط زد بس، يبقى رو جي اتش، طبعا الجي هتتشيط البسط مقاما، فيعني ايه هو كده كده العوامل اللي احنا شغالين عليها الاتش والرو. الزيت كثافته 800 ارتفاعه اتش، اما عند النقطه بي فانه جت سائلين، ارتفاع السائل الأول اتش وكثافته 800، ارتفاع السائل التاني اللي هو الميه اتش وكثافته 1000. هرشته بالاتش مع الاتش مع الاتش لأنها موجودة في جميع الحدود، وبالتالي هيبقى البي اي على البي بي بتساوي 800 على 1800، نشيل الصفرين مع الصفرين، يبقى 4 على 9.
وانا بحل السؤال ده بفتكر شوية حاجات يا ريت كلنا نكون فكرنا فيها. الحاجة الأولانية اللي لازم يعني أكون مفتكرها وأبص عليها كويس جدا، هو عند النقطة دي في كام سائل بيأثر؟ الإناء مفتوح ولا مغلق؟ يعني أنا عايزك دايما تسأل نفسك السؤالين دول، الإناء مفتوح؟ لا الإناء مغلق. لا اللي بيأثر سائل؟ لا اللي بيأثر أكثر من سائل، تمام؟ فطبعا لازم كلنا يا أولاد نبقى عارفين حاجة زي كده، إحنا بنفكر في المسألة إزاي؟ إحنا بنتعلم التفكير في المسألة، مش بنحل أسئلة. طيب، السؤال اللي بعد، إذا كان سطح السائل معرضًا للهواء الجوي، طبعًا يا أولاد أنتوا عارفين إن سطح السائل لما بيبقى معرض للهواء الجوي غير لما يبقى السائل مش معرض للهواء الإيه؟ الجوي. استنى، أنت بتقول لي السائل معرض للهواء الجوي وعامل لي العلاقة ما بين البي والإتش وبدأ من نقطة الأصل. ايوه، ما هو بيكلمنا عن ضغط السائل فقط. بتتكلم عن ضغط السائل ايه؟ فقط. حتى لو كان السائل معرض لهواء الجوي انت بتتكلم عن ضغط السائل، يعني بيحسب ضغط السائل. تمام؟ طيب، افرض بقى ان هو يعني عاوز الضغط عند النقطة. الضغط الكلي عند نقطة في باطن السائل طبعا يا اولاد هيتضاف هنا الضغط الجوي، يعني بي دوت زائد بي سائل اللي هو بي دوت زائد رو جي اتش. الميل في الحالتين هيساوي رو جي، لسبب احنا لما نقول ان البي دي الصادات والاتش السينات يبقى الميل هو معامل سين، تمام؟ الميل هو معامل سين، ايه هو معامل سين هنا؟ الاتش هي السينات يبقى رو جي، ودي معادلة خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل زي اللي هي ص بتساوي أ س، فطبيعي لازم أكون فاهم برضو شوية في الرياضة علشان خاطر أعرف الميل وما يساويه الميل وما إيه، ويعني إزاي أختار المعادلة المظبوطة. هل في جزء مقطوع؟ لا مفيش جزء مقطوع من محور الصادات. طب اللي مقطوع من محور الصادات بيساوي كام؟ طبعا الجزء المقطوع هنا هيبقى يعني الجماعه بتوع الرياضه بيقولوا ايه؟ بيقولوا لو عايز تعرف الجزء المقطوع من محور الصادات عوض عن السينات بصفر. فلو عوضنا في المعادله بتاعت بي بتساوي بي دوت زائد رو جي اتش هنعوض عنها عن الاتش بصفر، يبقى الحد ده اتلغى، يبقى البي بتساوي بي دوت وهو الجزء المقطوع من محور الايه؟ من محور الصادات. بيقول لي يبين الرسم العلاقة البيانية بين الضغط لسائلين مختلفين وارتفاع عمود الايه؟ وارتفاع عمود الثلج لتجربتين منفصلتين. فإذا كان ميل الخط المستقيم 7900، هو مديني الميل ليه؟ أنا عايز أحسب الميل، قدامي كذا طريقة للحساب، يا يديني زاوية واحسب تاني الزاوية، دي طريقة، يا إما إن هو يديني أرقام على الصادات والسينات وأنا أحسب إيه فرق الصادات على السينات اللي هي دلتا صاد على دلتا سين أو دلتا واي على دلتا إكس. هو هنا ريحنا من الحاجتين وإدانا الميل جاهز، فإدانا بين الخط إيه؟ وميل الخط بي. أي الاختيارات الآتية صحيح؟ هل رو ايه رو بي أكبر من رو ايه؟ ده هو مدينا الميل، إيه علاقة الميل بالليل؟ قال إيه؟ قال ما أصل الميل عبارة عن رو جي، وهنا هو بيتكلم عن ضغط سائلين، ضغط سائلين، ضغط السائل طبعا يا أولاد يعني سواء الإناء كان مفتوح أو مغلق، خلينا بنتكلم عن ضغط السائل، ضغط السائل، فضغط السائل مش اتش، اتش اهي والبي اهي، ادي الصادات وادي السينات، يعني احنا لو كتبنا
ان البي بتساوي رو جي اتش، رو جي اتش. ادي الصادات وادي السينات، فاضل ايه؟ فاضل الميل. تمام. طيب الميل بقى يا استاذ اللي هو معامل سين. عادي اكتبها عادي كده. في الحالة دي طالما الميل بيساوي رو جي والجي ثابت، يبقى كلما زاد الميل زادت الكثافة، والعكس بالعكس. وده كلام رائع وجميل. فطبعا طالما ان احنا اتكلمنا كده، يبقى معناها ان كثافة السائل بي نظرا لان ميله كبير اكبر من كثافة السائل ايه اللي هو هيبقى ميله صغير. وبالتالي طبعا بزيادة الميل هتزداد، يعني دليل على زيادة الرو، وبالتالي هيكون رو بي اكبر من رو ايه. طب هل ينفع نقول ان رو ايه 2 رو بي؟ منين هتيجي منين؟ طب رو ايه 9 و8 من 10 رو بي؟ طبعا في ناس يعني ممكن تقول اصلها مضروبه في شيء، طبعا ده كلام. طب هل رو بي بتساوي رو ايه؟ ازاي تساويها؟ طبعا ده كله كلام مستبعد، خطأ تماما تماما تماما. خدانان متماثلان بهما سائلان، كثافة السائل بالخزان الثاني أكبر من كثافة السائل بالخزان الأول، والخزان الأول مغلق والثاني مفتوح. تمثيل البياني بين الضغط والعمق، ضغط بي والعمق اتش، عايز يجيب أنهي علاقة صح؟ هو هنا اداني معلومة جميلة جدا 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 جدا. بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن في أحد الخزانين مغلق والتاني مفتوح. معلش، أما عن الشكل ألف فإنه مستبعد، لأن كلا الخزانين مفتوح لوجود الجزء المقطوع واللي هيمثل لي هنا البي ضغط. وبالتالي استبعدنا ده لسببين: اولا ان كلاهما بدأ من النقطه دي، ثانيا مفيش يعني هنا البي هنا بيوازي محور السينات، معناها ان بزياده الاتش ما بتتغيرش البي. الدال ما تنفعش عشان الانائين بادئين من نقطه الصفر، وبالتالي الانائين مغلقين. اما عن الجيم فاحد الاثنين اهو والتاني اهو، يبقى احنا كده اللي هو بادئ من نقطة الاصل ده مغلق، واللي عندي يعني طبعا واللي هناك ده مفتوح. وبالتالي جيم اجابة صحيحة جدا جدا جدا. يمثل الرسم العلاقة بين الضغط عند نقطة في باطن سائلين مختلفين وعمق هذه النقطة في السائلين، فأي من الاختيارات التالية صحيح؟ ألف، هل إن الرو إيه يعني رول السائل إيه وأكبر من الرول السائل بي، ولا وطبعا إيه معرض للهواء، ولا رو ايه اكبر من رو بي والاي مش معرض للهواء، ولا رو ايه اصغر يعني رو بي اكبر طبعا من رو ايه و ايه معرض، ولا رو بي اكبر من رو ايه و ايه غير معرض للهواء؟ طبعا علشان نفهم، تعالوا الاول احنا اتفقنا ان طالما في جزء مقطوع يبقى الاي دي معرضه لمين؟ معرضه للهواء. يبقى قصة إن إيه غير معرض ديت استبعدناها، واستبعدنا فيها إيه حاجتين. طيب تعالى كده نشوف، لو خدنا الميل هنا اللي هو تاني الزاوية والميل هنا، يا ترى مين اللي هيكون أكبر؟ طبيعي إن البي، يبقى البي أكبر كثافة من إيه؟ البي أكبر كثافة من إيه؟ يبقى الاختيار جيم، لأني طبعا بزيادة الميل
بتزداد يعني دل على زيادة الكثافة، وبالتالي السائل ده هيكون أكبر إيه؟ أكبر كثافة. تمام. مهم جدا يا أولاد إن أنا أكون عارف السائل اللي بيبقى معرض للهواء الجوي علامته إيه؟ والميل دلالته إيه؟ يعني أنا هنا بعرف إن السائل معرض ولا مش معرض للهواء الجوي منين؟ من وجود الجزء المقطور. يبقى معرض، مش موجود يبقى غير معرض، أو بتكلم عن كثافة السائل. طيب الحاجة التانية موضوع الكثافة، الميل. إذا الميل كبير يبقى الكثافة كبيرة، إذا الميل صغير يبقى الكثافة إيه؟ صغيرة. السؤال اللي بعد، الرسم اللي قدامك، الرسم الموضح يبين العلاقة بين ضغط سائل عند عدة نقاط في بطنه وعمق النقطة. هو أنا بتكلم عن ضغط سائل، ولذلك بدأ من نقطة إيه؟ من نقطة الأصل. فإذا علمت إن عجلة السقوط الحر اعتبرها 10 متر على الثانية تربيع، عايز كثافة السائل تساوي إيه؟ تمام. هو أنا لو اتكلمت هنا هو مديني اختيارات، هل 800 كيلو جرام على المتر المكعب، ولا 8 من 10 كيلو جرام على المتر المكعب، ولا 8000 كيلو جرام على المتر المكعب، ولا 16 من 1000 16% كيلو جرام على المتر المكعب. بالنسبة للرسم البياني، أنا عايز أقول لكم على حاجة يا أولاد، لما يكون الرسم البياني بادئ من نقطة الأصل، بعض الطلاب بتحب تكتب القانون وتعوض فيه مباشر بأي إيه؟ بأي نقطتين. بمعنى يعني هو حافظ مثلا ان البي بتساوي رو جي اتش، يروح واخد القيمه ده اهي ومعوض عن البي، والقيمه ده اهي ومعوض عن الاتش، والجي عندك كده طلع رو، هي اللي بقى هتطلع صح. اه هتطلع صح، ما فيش فيها اي مشكله خالص. طب امال الافضل ايه عشان تمشي على المساله دي وكل المسائل الاخرى؟ انك تقول الميل بيساوي، طبعا فرق الصادات لو خدت النقطه دي والنقطه دي يبقى 8 ناقص 0، وهنا 10 ناقص 0، ادي فرق الصادات على فرق السينات. وفي الحاله دي ما تنساش تضرب ان لو الجزء ده مضروب في رقم او عنده وحدة تراعيها، يبقى ده كام؟ 10 اس 2 عشان دي مضروب 10 اس 2، وده 10 سالب 2 عشان ده بالسنتي. تمام. وبالتالي الروجي ب 8000 اللي هو الميل، يبقى روف 10 ب 8000، يبقى الرو بس ب 800، تعالي كده تعالى كده، يبقى ألف ومفيش أي مشكلة. تمام خالص خالص. سؤال برضه على موضوع الميل رائع جدا جدا، بيقول إيه؟ بيقول في الشكل البياني المقابل اللي قدامك ده، A و B سائلان، A و B سائلان مختلفان، فإن النسبة بين كثافة السائل B إلى كثافة السائل A. هو يعني في سؤال عايز أطرحه عليكم، لا يعني قبل ما نحل السؤال، هو السؤال بسيط بس إحنا كنا عايزين السؤال ده نطرحه على بعض كده. هو اي السائلين اللي عندك دول معرض للهواء الايه؟ الجوي. طبعا واضح ان السائل ايه هيبقى معرض للهواء الجوي، يعني لسبب لانه في جزء مقطوع، وبالتالي السائل بي بادئ من نقطة الاصل. الحاجة التانية، هل قصة ان هو يكون له جزء مقطوع او ملوش جزء مقطوع من محور الصلاة، يعني هل ده هيأثر في الكثافة؟ ملوش علاقة. احنا اتفقنا دلوقتي وعمالين نأكد على معلومة ان
الجزء المقطوع وعدم الجزء المقطوع ده بيعرفني اذا كان الاناء مكشوف ولا لا، وانا بس. انما ما انا ممكن اجيب اناءين يا اولاد جنب بعض، اناء فيه عسل واناء فيه ميه او كحول او زيت، هل الكثافات زي بعضها؟ لا طبعا، كثافات مختلفه. فانت اللي بيحكم لي على ان الحاجه اللي عندي ديت يعني كثافتها ايه، انت طبعا كثافه يعني ميل، انما قصه مفتوح ومغلق دي حاجه تانية. طيب كثافه السائل ايه على كثافه السائل بي؟ هي النسبه ما بين الميل لسبب، ما هو انت عارف ان الميل هتساوي رو جي، بما ان جي ثابت يبقى ميل ايه على بي هتساوي رؤية على رؤية. طبعا لازم نكون متيقظين لحاجة زي كده. طبعا الميل فرق الصادات على فرق السينات، وبما ان السينات نفسها فممكن كمان ما تحسبهاش، يبقى 4 ناقص 0 السائل بي اللي هو الجزء ده مثلث، ادي الصادات بتاعته 4 ناقص 0، والتاني طبعا 4 ناقص 1، وبالتالي يا أولاد هيبقى 4 على 3 اللي هو الاختيار اللي انتوا شايفينه رقم جي. تطبيقات الضغط برضو يعني ان انا اقدر احسب فرق الضغط بين مثلا المخ والقلب، المخ والقلب والقدم، تمام. يعني هو بيقول لي كده، طبعا احنا اخترنا، او يعني المسائل اللي بتيجي اختارت مثال موضوع الزرافة على اساس ان البعد ما بين المخ والقلب بيبقى كبير يعني، تمام. فبيقول لي احسب فرق الضغط بين القلب والمخ في الزرافة اذا كان المخ فوق القلب 2 متر. في الحالة دي انا هقول ان البي بتساوي اتش رو جي او رو جي اتش يعني، وكثافه الدم عندي، وطبعا بيقول لي بفرض ثبوت سرعه الدم، عشان في مبدا اولاد كده يعني اسمه مبدا بالنولي بيعالج النقاط دي بالذات، لكن هو مش علينا. فاحنا لو افترضنا سرعه الدم ثابته ما حصلش، ما فيش مرض، ما فيش كلام، فالبي بتساوي اتش رو جي. تعال نعوض الاتش عندنا ب2 والرو ب1060. حد فاكر ال1060 دي ايه؟ كثافه، ما احنا كنا خدنا كثافه البول والدم، البول 1020 والدم طبعا من 40، من 1040 ل 1060، فطبعا مهم جدا جدا. نطلع الناتج هيطلع 20.776 في 10 اس 3 نيوتن على المتر المربع او بالايه بالباسكال، فما فيش اي مشكلة خالص خالص خالص. بيقول لي احسب عمق الماء الذي تكون عنده قيمة الضغط الكلي تكافئ 4 امثال الضغط الجوي، علما بان الجرافيتي 1.9 متر على 3 ارباع، رو ووتر كثافة المية ب1000 ودي معروفة طبعا، البي دوت أو البي اي 1.13 من 1010^5 نيوتن على متر مربع أو باسكال. وبيقول لي تعالى نطلع المعطيات، الاتش مطلوبة وهو عايز، بيقول لي إن قيمة الضغط 4 أمثال الضغط الجوي، والبي اتموسفير 1.13 من 1010^5، ورول الووتر ب1000، والجرافيتي هيبقى 9.8. البي بتساوي بي دوت زائد رو جي اتش. لو قلنا الاتش في طرف، طبعا يا ولاد لازم عشان نطلع الاتش في طرف هنروح جايبين دي الناحية دي، وبالتالي هيتفضل الاتش رو جي، نقسم الطرفين على رو جي يبقى يتفضل بي ناقص بي دوت على رو جي. تعال نعوض،
يبقى 4 بي دوت ناقص بي دوت على رو جي، يبقى 3 بي دوت على رو جي، يبقى 3 في 1 في 10 اس 5 على الالفا في 9 و8 من 10. في الحالة ديت هتبقى 31 وواحد من 100 طبعا متر، يبقى الاختيار رقم ج طبعا، لأن 0.1 دي ما تعملش حاجة، تقريبا صفر. بطريق يمكنه أن يتحمل ضغوطا كبيرة تصل إلى 4 × 10 × 10^6 باسكال، آدي الضغط. ما الحد الأكثر العمق اللي بيتحمله البطريق ويستطيع أن يصل إليه في ماء البحر؟ تعالى كده اديني الجرافيتي ومديني البي اتموسفير والواحد اتشال من 1 × 10^5، مديني الرو وبيقول لي هل هتطلع ربعمية متر ولا 485.3 ولا 475.4 متر ولا 375 متر. احنا في البداية لازم نعرف الآتي، ان البي بتساوي بي دوت زائد رو جي اتش، يبقى الاتش بتساوي بي ناقص بي دوت على رو جي. طبعا لما تكون البي ب 4.9 في 10^6 ناقص 1 من 1000 في 10^5 على الروب 1030 مية البحر طبعا في 9.8. في الحالة ديت 435، 75.4 يبقى الاختيار ج. مهم جدا ان انا اكون عارف ان البطريق، يعني طبعا دي مسألة من النوع من المسائل اللي بتدينا معلومة، البطريق يقدر ينزل لأعماق. سبحان الله، يعني خلق كل كائن وعنده الإمكانية للتأقلم والتكيف في المكان اللي هو مخلوق فيه ومخلوق انه يعيش فيه بيئته، وتجد الخصوصية لكل كائن موجودة. الخصوصية هنا موجودة، بطريق ينزل للمكان ده، إنسان ما يعرفش ينزل للمكان ده بجسمه، لابد من إيه؟ من أداة يقدر إن هو يستطيع يوصل بيها، غواصات، حاجات بقى يعني إيه؟ وسائل تقدر تخليه، يعني لما ننزل بجسمنا كده لأسفل في ضغط المية، وده احنا شايفين الغرق والحاجات اللي احنا بنشوفها بسبب التعرض للضغوط الكبير. طبقة من الماء سمكها 100 سنتي تطفو فوق طبقة من الزئبق سمكها 20 سنتي، احسب الفرق في الضغط بين نقطتين احدهما عند السطح الاخر والتانية في القاع. والله هديت وهدي وطرحهم من بعض، هيبقى الدلتا بي 1000 في 10 في 1 ده زائد 1600 في 10 في 2 من 10. بس السؤال، اقدر اقول ان الفرق في الضغط بين النقطتين يساوي ضغط ما بينهما، فانا هنا عندي اللي ما بينهما ايه؟ عندي ضغطين، ضغط اللي هو الميه وضغط الزئبق. طلع طبعا يعني 37200 وما عندكش مشكله خالص خالص. غواصة تغوص في ماء البحر إلى أقصى عمق محدد لها اللي هو 100 متر، واللي تم يعني حفظ الضغط بداخلها بحيث يعادل الضغط الجوي، احسب القوة المؤثرة على باب كمرتها إذا كان قطره 80. طبعا قطر 80 يبقى نصف القطر كام؟ 40. يبقى طبعا طبعا الضغط داخل الغواصة بيبقى ضغط جو، وبره الغواصة على باب كمرتها اللي هو بي دوت زائد رو جي اتش، وبالتالي هيبقى رو جي اتش بس اللي هو هيتعرض له الكمرة، يبقى 1030 في 10 في 100 طبعا هيطلع
103 في 10 أس 4 أو 10.3 في 10 أس 5. طبعا بتبقى على عمق كبير طبعا الغواصات، وبالتالي نقدر إن إحنا نحسب الضغط. طب القوة الضاغطة بقى، القوة الضاغطة نقدر إن إحنا نحسبها عبارة عن الضغط في باي لق تربيع، وبالتالي نقدر إن إحنا ناخد الدلتا بي اللي إحنا طلعناها في الباي لق تربيع نطلع الناتج طبعا. أوجد الضغط الكلي وكذلك القوة الضاغطة الكلية. الضغط الكلي والقوة الضاغطة، طبعا يا أولاد فرق كبير بين الضغط والقوة الإيه؟ الضاغطة. الضغط اللي هو مش اتش، طب القوة الضاغطة اللي هي الإف. طبعا بس حبينا إن إحنا نقول إن البي بتساوي بي دوت زائد روجي اتش طلعناها. لو عايزين القوة هنضرب في إيه؟ يبقى اللي هو 1 و11 من 10 أس 5 ده الضغط هنضربه في المساحة. طبعا هو بيقول لي مساحة مقطع الحوض 1000 سنتيمتر إيه مربع، يبقى 1000 في 10 أس سالب إيه 4، ونطلع الضغط والضغطة بالنيوتن. إناء على شكل متوازي مستطيلات أبعاده 2 في 3 متر، 2 متر في 3 متر، مملوء بالماء وكان سمكه 8 من 10 متر، ثم وضع طبقة من الزيت فطفت فوق سطح الماء. يعني هو هنا اداني سمك المية وبعدين كلمني على ايه الزيت اللي طافي. طيب نص 8 من 10 مية ومتر زيت، ومديني الكثافة النسبية احسب ضغط السوائل اللي هي مية وزيت. حسبناها ببساطة، جمعناها زي روجي اتش ميه وروجي اتش زيت وما فيش أي مشكلة. طب عايز ضغط الكلي، ضيف البي دوت يعني على القيمة اللي أنت حسبتها يطلع ضغط الكلي. طب عايز القوة الكلية على قاع الإناء، برضه اضرب في مساحة الإناء وبالتالي يطلع الضغط الكلي. تمام؟ فيا أولاد لازم نسأل نفسنا شوية أسئلة. إيه هما؟ إيه الأسئلة اللي لازم نسألها لنفسنا؟ لازم أسأل نفسي عن شوية معلومات. هو أنت بتحسب إيه؟ بتحسب الضغط بتاع السائل ولا الضغط الكلي؟ أصلها تختلف. طيب لا بحسب الضغط بتاع السائل يبقى ما تضيفش الضغط الجوي. طب لا ده انا بحسب الضغط الكلي يبقى هضيف ضغط السائل مع الضغط الجوي. نفترض ان شخصا يغوص في سائل كثافته 1030 كيلو جرام على المتر المكعب، علما بان اقصى ضغط يمكن ان يتحمله دون ان تتمزق طبلة الاذن 30.6 في 10 اس 4 نيوتن على المتر المربع. من الجمال والروعة في المسألة دي ان ارقامها فعلية، يعني فعلا هذا الضغط هو فعلا أقصى ضغط يمكن أن تتحمله طبلة الأذن بدون ما تتمزق. يعني أنا لو نزلت بجسمي كده في المية قد يؤدي زيادة الضغط الناتج عن زيادة عمق المية إلى تمزق الطبلة وبالتالي فقدان حاسة السمع. هذه الفيزياء بتعلمنا ازاي نحافظ على جسمنا حتى واحنا بنلهو في يعني المسبح وحمامات السباحة وكده، لا ده وفي البحر كمان لو احنا بنازلين بنستمتع بمنظر البحر او بنكتشف كائنات بحرية. الجرافيتي ب 9.8 طبعا مديني هنا ارقام مش تقريبية ولا حاجة، متر على الثانية تربيع يعني مديني الارقام ما اندهاش 10، هي طبعا يعني. والبي اتموسفير ب 1/13 من 1000 في 10 اس 5 نيوتن على المتر المربع، فان اقصى عمق يمكن ان يصل اليه الغواص كام؟ طبعا يا اولاد البي بتساوي بي اتموسفير مع الاتش رو جي، وبالتالي لو هجيب الاتش في طرف هتبقى بي ناقص بي اتموسفير على الرو جي. يلا نعوض، يبقى ال 30.6 في 10 اس 4 ناقص 1/13 من 1000 في 10 اس 5 على ال 1030 في 9.8 من 10
مباشرة يديني 20.279 متر. اوعى تعتقد ان انت ممكن تغوص الى هذا العمق حتى، لا ده احنا بنغوص لاعماق اقل من كده، بس يعني ده الماكسيمم اللي هو يعني لو وصلت له قد يؤدي بعد ذلك الى تمزق طبلة الايه الاذن. فيبقى 20 متر كويس اوي 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 ايه نقدر ان احنا نغوص له. إناءان متماثلان بهما سائلان إكس وواي مختلفان في الكثافة. العلاقة بين الضغط عند إيه والضغط عند بي علما بإن إيه وبي في خط إيه بي دي في مستوى فك واحد يعني، وطبعا واضح إن الأواني ديت مغلقة. في الحالة ديت أنا عشان أجيب البي عند إيه، طبعا رو جي إتش على رو جي إتش، الرو والجي زي بعض هنشطبهم مع بعض يبقى 3 على 2 على رو، يبقى هتتشطب الرو مع الرو يبقى البي اي على البي بي ب 3 على 2، يبقى الاثنين بي اي بيساوي 3 بي بي اللي هو الاختيار رقم بي. إذا آن متماثلان مساحة مقطع كل منهما ايه ملئ الاول بالماء وكان حجم الماء 6 من 10 من حجم الاناء والتاني برضه 7 من 10 من حجم الاناء، وهو عاوز النسبة بين ضغط ايه الماء عند اكس وضغط الماء عند واي. ضغط عند اكس الى الضغط عند واي عباره عن رو، رو هنا ميه يبقى كثافتها كام؟ 1000، والزيت 800. ده 6 من 10 حجم الاناء وده 7 من 10 حجم الاناء. طبعا فوليوم على ايه مدينا اتش يعني، ومنها 15 على ايه 14 يعني الناتج رقم د او الاجابه د. ابنائي وبنات الطلاب بالسؤال اللي جاي ده يعني عايزك تبص عليه ونختم بيه حلقتنا. بيقول في الشكل الموضح 3 أواني مملوءة بالماء نسبة قوة تأثير، قوة هنا بيتكلم عن قوة، قوة تأثير الماء على القاعدة على الترتيب اللي هي A و2 A و4 A. في الحالة ديت الـ F بتساوي رو جي اتش، الـ F بتساوي طبعا رو جي اتش في A أو الـ B في A. بص بما ان يعني الاواني ديت نفس المستوى اهو يبقى البي متساوي، يبقى هتوقف على مين؟ على الايه، فاكبرهم مساحه هيكون اكبرهم يبقى 1 الى 2 الى 4 اللي هي 1 الى 2 الى 4 ديت. وبالتالي السؤال ده جه في العام الماضي، خدوه واجب ونبدا بيه الحصه اللي جايه ان شاء الله كمناقشه. هو بيقول لي اذا فرق يعني الضغط هنا اسمه ار، والضغط فرق الضغط ما بين النقطتين دول 3 ار، يبقى الضغط عند النقطة سي اللي هي تقع في المنتصف هنا هتساوي كام؟ فكر وانت تعرف. تمام؟ سعدت بكم على مدار الحلقة، جبنا فيها اغلب الأسئلة اللي الطلبة كانت يعني بتستفسر عنها، حلينا كل الأسئلة اللي جت في الامتحانات السابقة، فهمنا يعني إيه ضغط الموائع والضغط عند نقطة في باط المائع. نلتقي بكم إن شاء الله يوم الأحد القادم ومع تطبيقات الضغط ودرس الأنبوبة ذات الشعبتين. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.